طب ليه دايما بنسمع في الوسط الفني ان الجوازات جوه الوسط الفني ما بتنجحش وما بتكملش، مع اني انا بنتكلم دلوقتي على حسين الامام وعينك ما زالت بترغرغ وانتي بتتكلمي عليه وعينك بتدمع وفي دموع، في حاله كده، حاله حب بالرغم رحيله، يعني الله يرحمه. والله بصي، هو فات 9 سنين. انا كل ما افتكر ان يعني اقول المده ان 9 سنين فاتوا، ببقى مش مصدقه ان هم 9 سنين، يعني قد ايه العمر بيجري بسرعه قوي. انا فاكره كل حاجه زي كانها امبارح او بعد الظهر يعني. واحنا يعني يمكن احنا حاله يعني يمكن بس في جوازات كتير ناجحه انا شايفه أكيد. يعني الحمد لله من زمان ومن دلوقتي يعني. هو بس احنا عشان تحت الاضواء والفنانين عندهم حس مرهف زي ما بيقولوا، بس لما بتبقى علاقات مش وقتيه او مش حبوا بعض في فيلم او اتقابلوا في مسلسل فحبوا بعض، بعد المسلسل بيسيبوا بعض يعني، فاهمه ازاي؟ ايوه انا حدوتي مش كده يعني. انا اتقابلت مع حسين في دماغين مختلفين خالص عن ان اتقابلنا في فيلم وحبينا بعض. الحدوته مش كده خالص. فما عندنا حدوته تانية علشان كده لحد دلوقتي. فيمكن عشان كده كنا مستمرين مع بعض، بس طبعا ربنا مش رايق. ولحد يعني دلوقتي ما بتحبيش تحتفلي بعيد ميلادك بعد رحيله، بالرغم ان انت كنت على طول تحتفلي بعيد ميلادك، صح؟ مين قال لك؟ لا خلاص، انا يعني اصل عيد ميلادي ده انتهى. انا يمكن فاكره بس التاريخ يعني دلوقتي، لكن طبعا لا مستحيل. وحقيقي ما بتحتفليش بيه؟ لا طبعا حقيقي، طبعا حقيقي. كل حاجه بحقيقي. بس مين قال لك الموضوع ده خاص قوي اصل يعني. خلاص عيد ميلادي انتهى، انا شلته حتى من على اي حاجه تاريخ يعني.